ده نوفمبر 2016 سوري. بيبر 3 اكسل مكتوب هنا ان احنا نعمل سبريد شيت عشان نكالكوليت ادفرتايزنج كوست حبه رغي كتير. وكاتب كله مهم قوي: display all currency values in Indian rupees to two decimal places. ومدي لك شكل الكرنسي بتاعتها سواء دي او الستاندرد بتاع اللي هي الاي ان ار. كاتب لك ان 1 روبي ايكوال 100 بيس يوزنج. هنفتح الفايل 163 ريزورت. Save this file as a spreadsheet with the file name 163. Okay. نعمل file save as Excel workbook بحيث لو مثلا عملت save على طول وانت عملت الفورمولاز وقفلت الفايل خلاص او ما قفلت Excel عموما دخلت مثلا في SharePoint عشان لو نسيت فيه حاجة ورجعت تاني الفايل Excel هتلاقي معظم الفورمولاز عندك طارت. فعلشان ما نخليش الفورمولاز تتير لما تيجي تطبع الفورمولا شيت هنعملها save as Excel workbook. ندوس place an automated file name which includes the file path on the right in the header. مش هنروح عند insert header and footer, لا هنروح عند page layout header and footer custom header file name file path. دوس اوكي. طبعا هنا الفايل path كبير, فعلشان نحل المشكلة دي ان احنا نعملها save على local disk دي في اي فولدر على طول. ندوس اوكي. insert four rows four new rows before the one. insert your four rows كده in cell A1 enter the title hot houses and costs. enter the title and A1 merge cells A1 to G1. دايما كده في Excel تمشي حتة حتة بس انت ما بتلخبطش. format this cell to have black background with a white 36 point center aligned sans serif font sans serif يعني area 36. في optional wrap text ممكن نفتح ده شوية بحيث ان كل حاجة تبان هي center aligned. make sure all the text is visible. in cell F3 enter the text straight. in cell F4 enter 124.2 rupees. cell F3 straight 124.2 format. نكتب ال currency كلام مع advertising cost. ندوس اوكي. make all the contents of cells in the rows starting with result and number of rows bold and underline. يعني row 5 row اللي فيه result row number of rows by location يكون bold underlined. in cell D6 enter a function to look up from the external file in 1663 cells. okay ده table array وده موجود في file احنا هنفتحه. to insert the Toluca name for the result. معنى كده ان طريقة ما من طريقة من table array هندور على Toluca name. اعمل فايل اوبن. لازم تفتح من فايل اوبن
مش تطلع بره اكسل خالص، يعني تعمل كده وتفتح الفايل، لازم ان اوبن علشان تفرق قوي في الفورم لما تيجي تطبع الفورمولا. انا اكتشف هنا ان التابل اري عبارة عن 3 كولومز، تمام، وبرده الكومن ايفنت لوكا ولوكيشن التي كود، نفس الكلام في التابل اري، فمعنى كده ان احنا هندور بالتي كود. اللوك اب فاليو هي اللي هحط فيها السيل اللي الفي لوك اب هيدور بيه، يعني هنا في حالتنا هتبقى سي 6 تيبل اراي. هي في الماركينج سكيم كانت مكتوبة A 2 to B 12، بس معرفش ليه معناها هي، او يمكن علشان تفادي اللخبطة فالناس بتكتب كولوم 2 او عملت from A 12 to B 12 تبقى 3. كولوم اندكس نمبر هنا في الحالة دي هتبقى 2، لكن لو عملتها من A 12 to C 12 مش هتفرق في حاجة، يعني هي بس درجة هتنقصها. ابقى اوريها لك، ندوس اوكي. هنا في مشكلة، تيجي نتأكد ان الفي لوك اب شغالة صح. تي كود كان بي ار دي، بي ار دي مكتوب انها برد داز، وهنا الفاليو طلع بي 2 لين. ليه؟ لان اولا التيبل اري مش سورت تو اسندنج اوردر او ديسندنج اوردر، حتى تلاحظ ان هي باديه بي وباديه بي. انا ما قلتش للفي لوك اب انها ما تدورش باوردر معين او بسورتنج معين، اوكي، فده بيلخبط الفي لوك اب لما تيجي تشتغل، انها كانت راجعه بتدور في حاجه بي، بعد كده هوب السله اللي بعديها بقت بي في التيبل اري، فده بيلخبطها. طبعا علشان نتفادى الموضوع ده ونقول الفي لوك اب او نخلي التيبل اري يكون سورتد والفي لوك اب تشتغل مظبوط، في حل ان انا اروح عند الرينج لوك اب اكتب يا زيرو او فولس، كده كاني بقول الفي لوك اب ما تدوريش باوردر معين، دوري على السيل اللي فيها بي ار دي واكتبي اللي يسوى ليها تلوكا. او في حل تاني ان انت تخلي اصلا التيبل اري اوريدي سورتد، وده حل مفضلوش. ليه اخلي تيبل اري سورتد؟ عشان ما احطش في رينج لوك اب زيرو، ممكن تاخد وقت كمان في السورتنج، فالاسهل انت تكتب في رينج لوك اب زيرو او فولس. واضح ان احنا هنعمل نفس الكلام في اللوكيشن، حتى في الامتحان هتلاقي كتب كده مثال اي 6 انتر ا فانكشن تو لوك اب فروم ذا اكسترنال فايل كذا ذا لوكيشن فور ذس ريزولت، تمام، كوبي الفانكشن. بس هنظبط التيبل اري، تبقى 3 رينج لوك اب 0 زي ما هي. انسال جي 6